إخوان، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا من أول قيمة إلى آخرها. أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وديمة ودانية، تحية ودانية وعدما كان بالنسبة سمعنا الهضرة بزاف للطير الوداني، ترى ماشي وداني. الطير الوداني راه هو الطير اللي صافي من العيوب، هو الطير الوداني. الا كان ديال الخلا، لكن مثلا خلوي، الا ما كان خلوي يكون نقي، راه كاينين خلا منقيين واخا ما خلاهمش، واخا ما خلاهمش. دوك دابا اللي كاين داك الجبح اللي كان في الاول ما خلاوش باقي الطيور تحفظو عليه، لا داك الجبح شويه ضعيف. ايوا هذا ما كان الاخوان، والطير هذاك ديال تنقولوا ليه ديال السيبري ولا كاليبتوس ديال العلو، راه تيكون تيشارك الكلام، يشارك الكلام بزاف. هذاك تيدوي شاد له تورود، والطير اللي هو زوين هو اللي تيدوي ويقطع، لا بالنسبه للخدمه لا بالنسبه للتربية الهاجي، كون الطير تيدوي ويقطع كلامه. حتى كان فيه لعيب ولا شي حاجه راه ماشي مشكله، ما تيدوش داك. تنشوف انا بيروش وحفظ، فهمتي؟ لا مشيتي تدرتي داك اللوازم ديال التحفيظ تحيدو على والدي صغير، راه مزيان. وداك الاخر الطير مثلا ديال السيبري يقدر يخرج ولدو تا هو بحالو، يكون تيشرك الكلام باش جاي باش ضاير كما تنقولو. ايوا هذا ما كان الطير الوداني، راه خالي من الاخطاء، خصو يكون خالي من الاخطاء، هو اللي مروي خصك تحفظو. هذاك هي الوداني، هذاك هو الطير الوداني. اما الطير حافظ من الخلا وتا يقول لك الطير وداني، راه الطير وداني خصك تلقبو على شي خلوي نقي، يكون خالي من الاخطاء، بحال شي داك الخبيخ داك الدوبليات الحصورات بزاف وداك الشيء ما صلحش. تقول لي ويدا قول طير خلوي. ايوا هذا ما كان الاخوان. ايوا الطير لي زي راه مل ديال الخلا راه زين، فهمتي؟ ما تيتعبش داك الشيء يشدو داك الشيء كلامو، الشيء اللي داير زيتو راه تيحفظو بزاف من ديك الجحمومية والحسالية والوتروب. الوتروب قليل تحفظو الضرابي ديال الوتروب، ولا شداتهم الجحمومة تيجيبوهم ديال الخلا، ولا تجيبوهم الحسالية ولا الوتروب ديريكت شوية صعيب. الطير اللي حافظ ديريكت مثلا من الحسنية ولا الويتروب ما تيجيش بحال ديك النغمة اللي تيطلق هو، حافظ من الويتروب ولا الحسنية تيضربهم بحالو، و تيجيش داكشي بحال ما مقادش. بزاف الجحمومة، الجحمومة اللي تتعطيه الدق، حيت هو شوية الصوت ديالها حنين، هي وديك الحسنية السدرات الأحمر تاع ديك تتروي شوية.